شو صار؟ وعينا على خبر اتصال انه مكتب التيار عم يحترق. توجهنا لهون، كان الازاز مكسور والكراسي جوا عم تحترق. طفينا وضبطنا الوضع لبين ما اجت الاجهزه الامنيه وتتكلف هي بالتحقيق لملابسات الموضوع. شو صار؟ اي ساعه صار؟ تقريبا شيء 3:15 صباحا. وجه اصاب الاتهام لحدا؟ بالمبدا ما في شيء، نحن مش شغلتنا نتهم حدا. الاجهزه الامنيه هي بتعرف شغلها وشو لازم يصير. وشو كان نوع الخسائر؟ نعم، خسائر شو؟ خسائر ماديه بتتعوض، مش مشكله، ما بيأثر. شويه كراسي، حيطان، بلاط، مش مشكله هينه. مهم الحمد لله ما حدا بوشي.